دكتور ماهر، يعني أجدد الترحيب بك دكتور ماهر. يعني نتحدث عن هذا الاغتيال، كما يقولون باللغة الإنجليزية wanted، لماذا ترامب هو يعني مستهدف في على عكس يعني كامل هاريس؟ أنت بتطرحي نفس السؤال. أولا السلام عليكم، تحياتي إليك وللسادة المشاهدين. بتطرحي نفس السؤال اللي طرحه اليوم الصبح إيلون ماسك الملياردير الأمريكي، لماذا ترامب، لماذا يريدون اغتيال ترامب، وتبعه بجملة أخرى، لماذا لا يحاولوا اغتيال هاريس وبايدن. فأنتقد بشكل كبير جدا جدا واعتبر هذا ريض ضد هاريس وبايدن، وقام إيلون ماسك بمسح هذا الشيء. هذا النوع من التعليقات الحادة جدا جدا من كلا الطرفين بتهيج الناس البسيطين اللي عندهم قوة مبدئية بأمر أو آخر. يعني المتهم الحالي باغتيال ترامب كان في أوكرانيا، في أوكرانيا، وعمل هناك من أجل دعم الأوكرانيين. يكره بوتين بشكل غريب عجيب، وبيعتبر في منشور بعرف مدى صحته إنه ترامب سيحضر النازية الهتلرية إلى الولايات المتحدة وهو حليف لبوتين. فهذه الشراسة في التنافس السياسي لم تعهد في تاريخ أمريكا، ولم يعهد في تاريخ أمريكا أن يحاول المرشح لأحد الحزبين الرئيسيين أن يهدد ويحاول اغتياله مرتين. فهذا بيسموه ريتوريك بالإنجليزي، اللي هي قضية إنه أنا دائما أهاجم الشخص الآخر بشخصه بذاته، بحرض الناس عليه، دون الرجوع إلى العوامل الأساسية اللي هي يجب أن يلتزم بها الطرفين: التحدث عن الاقتصاد، التحدث عن الهجرة، التحدث عن الحدود، التحدث عن العلاقات الدولية، التحدث عن تحسين وضع الناس الاجتماعي والثقافي والمالي، تحسين الوظائف إلى آخره إلى آخره. فللأسف الشديد الساحة الأمريكية تشهد شراسة غير معهودة في الانتخابات، ويعني ترامب يحب هذا الشيء لأنه دائما يكون بالإعلام، كما افتعل قبل أيام في المناظرة أو قبل الأسبوع اللي فات في المناظرة، عندما قال أن ناس من هايتي مهاجرين إلى منطقة من المناطق اللي هي أوهايو أنهم يأكلون القطط. يعني دكتور ماهر، يعني هي زاوية أخرى، هي زاوية أخرى بالنسبة لدكتور ماهر لفكرة المناظرة طبعا، ولك كل الاحترام في طرحها، ولكن